احنا بنتكلم اللي هو على الديزاين، ديزاين فيتشرز، واحنا قلنا الحاجات دي كلها. طبعا دي مش هيبقى، مش هيجي في الامتحان. دكتور جمال طبعا مش هيقول لك اشرح لي الديزاين فيتشرز او يقول لك ام سي كيو والديزاين فيتشرز، لكن انت هتعرفها عشان الشفوي. اقول لك السؤال الدكتور الشفوي، يعني ده حاجه مهمه جدا. انت زي ما تكون باتش، ايه الخواص اللي بتصممها في الباتش ديت عشان تدي تبقى مناسبه اللي انا استخدمها، او مناسبه للشركه، او مناسبه للمريض. والحاجات دي مهمه جدا، واصلا هتفيدك على المستوى الشخصي. تعالى بقى نتكلم على اول حاجه اللي هو ميمبرين مودريتد سيستم. ميمبرين مودريتد سيستم او ميمبرين كنترولد سيستم، يعني دلوقتي ايه اللي بيتحكم في الريليز؟ اللي بيتحكم في الريليز هو الميمبرين اللي معايا. تمام، بيقول لك it means that the control line is membrane. تمام، يعني membrane او membrane moderate system او membrane control system. تعالى بقى نشوف بيتكون من ايه. اول حاجه تعالى كده نبص لل الباتش بتاعي الطبيعي. يبقى في الدراج ريزرفوار. الدراج ريزرفوار هو موجود في الدواء. تمام، تعالى كده من بيقول لك الدراج ريزرفوار ده بيبقى متغطي من فوق بطبقه امبرميابل باكينج. امبرميابل باكينج دي طبقه من الميتال او طبقه من البلاستيك اللي هي تمنع ان الدواء ما يخرجش لبره. تمام، السكين ريزرفوار بقى الدراج ريزرفوار على كده بنشوف بيقول لك انكابسوليت، يعني عباره عن كبسول عليها طبقه من الامبرميابل باكينج اللي هي عشان تمنع خروج الدواء. بقول لك دلوقتي، طب انا دلوقتي احط الدواء في قلب الريزرفوار ده ازاي؟ يعني احطه كسائل، ولا احطه كاوينتمنت، ولا احطه ككريم، ولا احطه ايه بالظبط؟ قال لك انت بتحط الدواء في حاجه اسمها سوليد بوليميريك ماتريكس او فيسكوس ليكويد. يا اما سوليد بوليميريك ماتريكس او فيسكوس ليكويد. فيسكوس ليكويد زي ايه؟ زي السيليكون. تمام، ايه هي كده ماشي. اعرف المهم بتحطه في ايه؟ بتحطه في سوليد بوليميريك ماتريكس او فيسكوس ليكويد زي السيليكون. بيقول لك ان بي الكيميكال انهانسر اند اذر اديتيف بريزنت ان الريزرفوار، يعني تحط كيميكال انهانسر عشان يعدي الدواء مش مشكله. امبريميابل باكينج احنا قلنا بيبقى ميتال او بلاستيك عشان تمنع الفولاتايل بتاع الدراج ما يطلعش لبره، يعني ما يطلعش لفوق. الممبرين بتاعنا بقى، طبعا الممبرين دي احنا كل حاجه معتمد هنا على الممبرين، هو اللي بيتحكم في الدراج ريليز. فدلوقتي الممبرين تعالى كده ما نشوف بيتكون من ايه. بيكون مايكرو بوروس او مايكرو بورون، يعني هو ممبرين فيه فتحات عشان تعدي الدواء. اسم الممبرين مهم جدا، ما تنساهوش، يعني تنسى اسمك وما تنسيش اسم الممبرين. اسمه اسايلين فينايل اسيتيت. لو ما جاش في قلب الامتحان هيجي لك في الشفوي، يعني هو مهم جدا. اسايلين فينايل اسيتيت نحطه في السيرفيس ممبرين، ده اللي بيبقى بيتحكم في خروج الدواء. زير از لاير انتريك هايبو الرجيك. طبعا اللاير ده بتبقى بتعملش حساسيه وبتعمل اديز بتلزق السيليكون نيتشر. لو ذا دراج ذا ريت اوف دراج ريليس كان بي تيلورد باي فايرنج بوليمر كومبوزيشن اند ثيكنس اوف ذا ريت كنترولينج ممبرين اند ذا بور سايز. ايه ده بقى، انا فاهم ايه بالراحه كده؟ بقول لك تيلورد دي يعني كان بي تيلورد، يعني التيلر جاي من اللي هو التيلر اللي هو بيفصل الملابس، يعني دقيقه جدا يعني، وعايزين نقول ان دقيقه جدا. يعني انا دلوقتي بتحكم ازاي في خروج الدواء؟ قال لك انت عندك عندك اللي هو البوليمر على حسب تركيب البوليمر انت بتستخدمه. طب انا قلت البوليمر ده في ايه؟ قلنا يا اما سوليد بوليميريك ماتريكس او فيسكوس ليكويد. لا انا اسف تكوين البوليمر اللي هو الممبرين اللي هو اسايلين فينايل اسيتيت كو بوليمر، ده البوليمر اللي اقصده، او من خلال السيكنس بتاع اللاير بتاع الممبرين، او من خلال عدد البور او السايز بتاع البور. تعالى نشوف دلوقتي اللي عملنا رسمنا علاقة بين الاماونت اوف ريليز والتايم. الاماونت اوف ريليز على المحور الرأسي والتايم على المحور الافقي. ادينا خط مستقيم المفروض ده يمر من نقطة الاصل، يعني سيبكم من الخط لو هتلاقيه غلط بس في الرسمة، هيمر من نقطة الاصل. وطبعا هيبقى طي ريليز اماونت على التايم يبقى ايه؟ يبقى السلوب الريت اوف ريليز. تمام، يبقى زيرو اوردر. طبعا بعد كده ترانسديرمال دراج ديليفري اوف كولندين. كولندين ده دواء بيخفض الدم، بيعمل خفض ضغط الدم.
لك تقدر تتحكم فيه في الكنترول باتشز. الحاجات دي بقى مش مهم، بيقول لك انت لما تيجي، يعني هو مش مهم الرسمه دي، بس هو بيقول لك الرسمه دي ان انت لما بتجيب مثلا عايز تجرب، بتجرب الباتشز بتاعتك، بتحط من كذا ممبرين كده عشان تشوفه بيتحرك منين، يعني حاجه زي الطبيعيه دي، يا اما طبيعي يا اما ممكن تعملها في المعمل بنفس الطبقات دي، يعني تجيب طبقات صناعيه عشان تجرب الدواء بتاعك. تمام، يعني دلوقتي الدليفري سيستم نيل سيتم كورنيوم نيل فايبل ايبيدرمس وبعد كده نيل بلاد، في اسهم راجعه كده، بيقول لك الاسهم الراجعه ديت ما بتحصلش في الطبيعي، يعني هو مستحيل تلاقي الدواء بعد ما يعدي الايبيدرمس يرجع تاني للسيتم كورنيوم، هو ممكن يحصل له ديفيوجن بس مش بالصوره الكبيره دي. بس كده اعتبر كده خلصنا المحاضره الثالثه، يعتبر كده قربنا نخلص يعني خلاص تقريبا نص محاضرة بس، ويبقى خلصنا الجزء اللي كان داخل في الشيت ان شاء الله، ربنا معانا بإذن الله. إيه طب هنا ايه، تعالى ما نشوف كده نقول هنركز ايه في المحاضرة دي بما ان معانا وقت لسه. طبعا هتبقى عارف الليبوسوم ده، تبقى فاهم بس ايه اللي بيحصل وايه اللي ممكن يكون انستابل ازاي، لو حصل له دي اسيتيليتد او دي اوكسيدايزيشن اللي هو بيتكسر، وتعرف اللي هو الاتنين تيل عشان كده بيكون فيزيكال ما بيكونش ميسل، وتعرف حتى الكوليسترول يبقى السيل بتاعته اعلى، وممكن لو جبنا سيرفكتنت عادي وحطينا فيه كوليسترول يكون اللي هو نيوسوم، وقلنا الفرق بين النيوسوم والليبوسوم والميسل. تمام، دلوقتي قلنا الميتابوليزم بتاعه بيديني طبعا فوسفوليبيد ده سيف للخلايا، قلنا ازاي بندخل الدواء الهيدروفيليك في قلب الليبوسوم، قلنا النظريات ديت، كمان قلنا ازاي ترانسفورم بيتحرك، قلنا الخمس ميكانيزمات، واهم حاجه بس تبقى عارف الملاحظات اللي على الخمس ميكانيزمات دول، تبقى عارف ايه اللي بيشتغل ترانسديرمال دراج ديليفري، ايه اللي بيشتغل ترانسفورم ترانسفورمرز ترانسفورسومز، اللي بيشتغل نورمال لايبوسوم، الحاجات دي تبقى عارفها مهمة جدا. وبعد كده اتكلمنا على الاتنين كنترول ذا ريليز ذا ريت اوف دراج ريليز، يبقى الريت اوف دراج ريليز هو الاكتر، كنترول ذا ريت اوف دراج ابزوربشن يبقى الابزوربشن هو الاكتر. تعرف بقى تقسم عليهم مثلا، وقلنا الفيتشرز اللي انت بتصمم عليها الباتشات، قلنا اول نوع من الباتش اللي هو ممبرين مودريتد سيستم، انت الممبرين هو اللي بيتحكم. تمام، يعني كان في سؤال الدكتور بيجيبه في الامتحان كده، بيقول لك ممبرين كنترول سيستم، ايه اللي بيتحكم في الدراج ريليز؟ طبعا الممبرين، يعني هو اسمه ممبرين كنترول سيستم، يعني هو السؤال شرح نفسه. قلنا الحاجات اللي فيه، قلنا الدراج ريزرفوار بيحط الدواء في حاجه اسمها سوليد بوليميريك ماتريكس او فيسكوس ليكويد سيليكون، قلنا بنكون الممبرين بيتكون من ايه اللي هو مايكروبورون من الاسيلين فاينيل اسيتيت كوبوليمر، وحسب اختلاف الكومبوزيشن بتاع البوليمر او حسب السيكنس بتاعه او حسب السيز بتاع البور بيتحكم في دراج ريليز، احنا قلنا الكلام ده كله. وطبعا يكون لازم يكون البوليمر ده ما بيعملش الرجيك على الجلد، وطبعا قلنا العلاقه دي تبقى زيرو اوردر. بس كده طبعا احنا كده خلصنا المحاضره الثالثه، يلا مع السلامه.